مرحبا أصدقائي، أنا اسمي حسين طان، طالب في الصف الرابع قسم إدارة أعمال جامعة غازي عنتر. تأسس قسمنا بهدف تنشئة إداريين يعملون في القطاع العام، وتنشئة كبار الإداريين ومساعدي تنفيذيين وأعضاء لديهم القدرة على تطبيق مبادئ المحاسبة. بشكل عام، دروس الحقوق والمحاسبة تعطى الثقل الأكبر. أيضا يتم تلقي دروس المحاسبة العامة والمحاسبة للشركات ومحاسبة التكاليف والقانون التجاري والقانون العام والقانون المدني. وبجانب ذلك هناك دروس العلاقات العامة والاقتصاد الكلي والجزئي. يوجد لدينا معامل الكمبيوتر. في الصف الأخير عند عمل مشروع التخرج نستفيد من معمل الكمبيوتر والمكتبة. بعد التخرج أعتقد أنه يمكننا الحصول على عمل جيد في القطاع العام والقطاع الخاص. يمكننا العمل كإداريين في القطاع الخاص في أقسام العلاقات العامة وقسم المحاسبة. بالنسبة للقطاع العام وبعد دخول الامتحان يمكننا العمل في وظائف مثل مفتشي الضرائب ومفتشي البنوك. الهدف من اختياري هذا القسم هو بسبب أنه قسم واسع وشامل، يكون لدي الفرصة في تطوير نفسي، ولأن جامعة غازي عنتر جامعة عريقة. أيضا نحن محظوظون من حيث وفرة التدريب الذي يقدمه المعلمين وكثرة الفعاليات. شاركنا في الحلقات الدراسية التدريبية والرحلات ومهرجانات الربيع التي تقام نهاية كل عام.